يا راكعة تلي جارتها السما، ما بتحكي بتصلي الله بالوما. ترأس الأب يعقوب عيد رئيس ديرمر شاربل في مدينة بيت لحم قداساً احتفالياً بمناسبة مرور 40 عاماً على تقديس مار شاربل، وذلك في كنيسة ديرمر شاربل الواقعة في مدينة بيت لحم. شارك في القداس عدد كبير من المؤمنين الذين أتوا من مختلف المناطق للاحتفال بهذا القداس وطلب شفاعة القديس شاربل صانع العجائب. رتلت جوقة الكنيسة ترتيل رائعة نالت إعجاب جميع المؤمنين. والقديس مار شاربل هو القديس الحاضر الذي يصنع المعجزات. وفي نهاية القداس توقف المؤمنون بخشوع وتأمل أمام ذخائر القديس شاربل وتقدموا بطلباتهم لكي يتشفع لهم. وهذه الكنيسة هي أول كنيسة مارونية في مدينة بيت لحم والتي لا تبعد كثيراً عن كنيسة المهد، وتعتبر الكنيسة المارونية هي امتداد لكافة الكنائس في الأراضي المقدسة. نحن اليوم مع مدينة بيت لحم وكل المنطقة من قريب ومن بعيد عم نحتفل بهالاحتفال الحلو. نحن دايرنا تأسس بعد قداسة مار شاربل سنة 80، جينا على مدينة بيت لحم ونشكر الله، الناس كلها بتحب قديسنا بتحب مار شاربل واجوا صلوا معنا. إن شاء الله الدائر بيضل عامر بالمحبة. نشكر وسائل الإعلام وخصوص التيليوميير اللي اجت اليوم وصورت الاحتفال. منهنيكم ومنهني أهالي لبنان بهالقديس العظيم اللي كان اللي عجايبه ملي الدنيا، مش تارك حدا، مش تارك إنسان، أي حدا بيعتازه بلاقيه جنبه. يا رب يضل معنا ونمشي على خطى ونتعلم من قداسته. وبعد القداس قدم المؤمنون التهاني للأب يعقوب وذلك في قاعة الكنيسة. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة ديرمر شاربل بيت لحم.